يقول السائل: أنا تاجر جملة في ملابس الأطفال، وأغلب تلك الملابس تكون فيها صور ذوات الأرواح، وأحاول اختيار غيرها ولكن دون جدوى، فالصور منتشرة بشكل كبير، فما حكم هذه التجارة؟ وهل من الأفضل تغيير هذه الحرفة؟ السلع كثيرة ولله الحمد، مو كل السلع فيها صور. إذا كانت الملابس على ما ذكرت كثير منها فيها صور، اشتغل بغير الملابس، اشتغل بغير الملابس، في الأواني، في غيرها من السلع الأخرى. السلع كثيرة ولله الحمد، والملابس اللي ليس عليها صور أيضا موجودة، فاعتني بشراء الملابس التي ليس فيها صور، أو البضائع الأخرى غير الملابس.